الحضارة العربية الإسلامية لا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاوزها، لأن في تجاوزها تعد على حرية الآخر في المعتقد. لكن في بعض الحالات نلاحظ بعض الأحداث المستفعلة لتوظيفها سياسيا لطرف أو لآخر، فالخوض في حرمة المقدس غير مطروح باعتبار أنه من المسلمات وهو ليس بحاجة إلى حماية. بالنسبة لمسألة الكفر فهذه مسألة شخصية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شكرا نشرة. في الطرف المقابل، أنا أريد أن أقول أنه الأصل في الإسلام لا إكراه في الدين، بالتالي حرية الاعتقاد وحرية المعتقد هذا أصل من أصولنا في تصورنا وفي فهمنا للإسلام. ربما في آخرين يفهموا بشكل مختلف ولكن هذا حقهم، ولكن ما نعتقده نحن أن حرية المعتقد هذه مسألة لا نقاش فيها. الإشكال ليس في هذا، الإشكال ليس في هذا، الإشكال هو فيما عبرت عنه الورقة وما أسمتها إهانة الرموز الدينية أو يعني نقد المقدسات الدينية أو تصوير الذات الإلهية. احنا نعتبر أنه هذا لا يدخل في مجال الحرية، هذا يتجاوز مجال الحرية لأنه يمس من المقدسات، ولأنه جزء من تصورنا للمقدس أنه لا نستطيع تمثله، فالتصور هو جزء من المعتقد بالنسبة للتعامل مع المقدسات، وبالتالي نعتقد أنه هذا غير مسموح به، هذا يتجاوز ويمس من الشعور الديني العميق للمجتمع ويحطم عنده كل المعايير وكل القيم العليا التي تنتظم وفقها الحياة العامة. استغلال الدين في الحياة السياسية، طبعا نحن ضد استغلال الدين في الحياة السياسية، المفروض أن الناس يتنافسون في المجال السياسي بناء على برامجهم السياسية وبناء على ما يقدمون من خيارات أمام الشعب، يصوت عليها الشعب أو لا يصوت، تنجح هذه البرامج فيكون نجاح لأصحابها وتفشل هذه البرامج فيكون فشلها فشل لأصحابها لا فشل للمقدسات التي انبنت عليها هذه البرامج. شكرا. هل منى وبعد نرجع لك إشراق. منى، فقط ملاحظة صغيرة. فضل. أظن أنه لا يمكن السماح بأي اعتداء على المقدسات سواء كانت مقدسات دينية أو وطنية مثل العلم. نعم أحسن. طيب. موضوع إهانة الرموز الدينية وتصوير الله، لنفرض أنه الآن في شخص قد يكون شخص غير مسلم من أي ديانة كان وأهان رمز ديني لدى الإسلام، شو رح يصير من شو رح تكون ردة فعل المسلمين؟ الضرب ببساطة. ليه؟ لأنه ما في قانون، هاي الرد الفعل العاطفي جدا، لأنه ما في قانون بضمن حقوقهم وبضمن هويتهم وبضمن احترام مقدساتهم، لكن لو كان في قانون في الدولة بضمن احترام مقدساتهم هم في طبيعة الحال رح يهدوا، ما رح يصير في عنف ولا رح يصير في، لأنه خلص هم ضامنين إنه الدولة رح تشتغل بعملها حسب القوانين. هاي الإشكالية اللي صارت في تونس في قبل أسبوعين لما الجماعة السلفية اتعدت على الأشخاص اللي خلينا نحكي اللي عرضوا في المعرض. حابة أحكي لكم في مشكلة كمان في عالمنا العربي، عدم وجود القوانين اللي بتضمن احترام ثقافتنا وهويتنا هو اللي سبب ظهور ما يسمى بالأصولية اللي أنا بحكي إنها ما إلها علاقة في الدين. طيب موقفكم هذا هو تصوير الذات الإلهية باختصار أرجو. لا. منى؟ تحدثنا قبل هذا تحدثنا عن الكفر ولم نتحدث عن التكفير، وهو ظاهرة منتشرة جدا في الفترة الأخيرة، رغم أن مخاطره كثيرة كتفكيك المجتمع وبث الفتنة وبث العنف والمواقف العدائية. أرى أن المجتمعات العربية الديمقراطية يجب أن تتسع لكل أنواع الفكر السياسي والاجتماعي والديني، وهي حالة يجب تكريسها عبر سن قوانين تجرم أو تحظر التكفير، ولكن ذلك لا يعني أبدا التساهل مع المتطاولين على الذات الإلهية. طيب. شكرا جميل. إشراق، ناخذ تفاعل الجمهور بالتويتر. رملة لو تسمح. كسؤال، من يحدد مسألة الحرية وحدود الحرية؟ من يحدد المقدس في المجتمعات العربية الإسلامية بين قوسين؟ طيب شكرا.
وهناك خولة في الجزء الأول طرحت سؤال على المقدسات، والأخت باش تطرح كذلك تساؤل. السؤال معناتها اللي حبيت نسأله، هل هناك ضمانات لتوفير معناتها حرية التعبير في المجتمعات العربية وخاصة الدول العربية المغاربية؟ سؤال، من يحدد الحرية في المجتمعات الإسلامية؟ من يجيب؟ أنا يهمني أكثر بكثير من رموز الدين، يهودي، إسلامي، مسيحي، بوذي، إن لمس بالمسلم واليهودي والمسيحي، مش الرموز الدينية. الدين مش محتاج حماية، ربنا مش محتاج حماية، القرآن مش محتاج حماية، الصليب مش محتاج حماية، بتاعت The Star of David، الرموز دي كلها مش محتاجة حماية. يعني الإسلام، خليني أخلص، الإسلام بقاله 1500 سنة مش محتاج ومش هيروح في حتة. يعني إحنا كنا في التحرير السنة اللي فاتت في اعتصام في شهر 7، عملنا اعتصام كذا أسبوع، ودخل علينا جماعة سلفية كانوا عايزين يعملوا يوم جمعة، ودخلوا يقولوا بالروح بالدم نفديك يا إسلام. كنا بنسألهم مين بيهدد الإسلام؟ مين في ميدان التحرير بيهدد الإسلام؟ وأصلاً ما حدش يقدر يهدد الإسلام، الإسلام دين. بس أنا أدافع عن المسلم، أنا أدافع عن المسيحي، مش أدافع عن الصليب، أنا أدافع عن اليهودي، مش أدافع عن التوراة، عشان أنا مع حرية التعبير المطلقة، مش عايزة أحددها بخطوط حمراء بحجة إن أنا بدافع أو بحمي القرآن أو الصليب أو التوراة. فإحنا لازم نركز عن الإنسان، عن الشخص المسلم. أنا كمسلمة في الولايات المتحدة أقلية، إحنا في مصر عندنا أقلية مسيحية، وفي أقليات يهودية هنا في المغرب العربي برضو، نركز فيهم هم ومش في الرموز الدينية، عشان الدين مش محتاج حماية، الإنسان محتاج حماية.